مرة تانية بقى للقايمة، ويمكن زي ما اتكلمنا مع كابتن عبد الحميد بسيوني احنا اكدنا على احترامنا اكيد الكامل لكل الاختيارات الخاصه بكابتن حسام حسن، هو يعني المدير الفني وهو المسؤول عن الاختيارات، هو المسؤول كمان عن النتائج، فاكيد علامات استفهام برضو كانت حوالين استبعاد بعض اللعيبه، يعني ممكن تكون بتدور حوالين 3 لعيبه مثلا على اقصى تقدير، عمر كمال عبد الواحد لاعب من النادي الاهلي وطبعا ظهر بشكل مميز جدا مع فريقه في الفتره اللي فاتت دي، سجل هدفين اجمل من بعض خصوصا طبعا يعني هدف مباراه الاتحاد السكندري، واقرب حد يكون مناسب برضه ان هو يشتغل على الناحيه اليمين كمان حسين الشحات لاعب النادي الاهلي واللي كان برضه ليه دور كبير ومؤثر مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، نفس الكلام برضه بينطبق على نجم نادي الزمالك عمر جابر واللي قدم لحد دلوقتي موسم مميز جدا مع نادي الزمالك، كمان دونجا وبرضه سجله حضور كويس جدا في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، والغريب كمان بقى كان في استبعاد سام مرسي نجم نادي إبسويتش تاون واللي قدم طبعا مستوى هايل مع فريقه وقاد ان هو يتاهل للبريمير ليج الدوري الانجليزي الممتاز، اكيد كان متوقع ان هو يكون ليه فرصه او يكون ليه دور في المشاركه مع المنتخب في المرحله اللي جايه. كل دي اسامي على الورق كانت محور حديث للجمهور المصري، لكن برضه في اسامي ثانيه نالت اعجاب الكثير اكيد متواجده في القايمه، يعني ابرز الوجوه دي كان مهاجم نادي انفي اكيد احمد امين اوفا واللي سجل 6 اهداف مع فريقه لحد دلوقتي، بيقدم موسم مميز جدا جدا جدا، اخر اهدافه كانت في مرمى سيراميكا كليوباترا، كانت في فوز انفي على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 3-2 بعد ريمونتادا ولا اجمل عملها فريق انفي، كمان برضو من اللعيبه المنضمين للمنتخب ناصر ماهر نجم نادي الزمالك واللي ظهر بشكل كويس جدا مع فريقه الفتره اللي فاتت دي في مباريات الدوري دوري النايل، فالخلاصه برضو عشان يعني نقفل باب الاجتهادات في اختيارات الجهاز الفني لقائمه المنتخب، الموضوع انتهى خلاص والمعسكر هيبتدي ان شاء الله خلال ايام، كل اللي علينا ان احنا نعمله دلوقتي هو الدعم الكامل للمجموعه، مجموعه اللعيبه اللي تم اختيارهم، لان طبعا في النهايه الجهاز الفني زي ما قلت وهكرر مره ثانيه هو المسؤول الاول والاخير عن اي نتيجه، وهو ادرى برضو بالمجموعه اللي هو محتاجها وعايزها تكون موجوده معايا في المعسكر، فكل الدعم لمنتخب مصر، كل الدعم اكيد لكابتن حسام حسن، وان شاء الله باذن الله يكون ده يعني اهم اسبوع في السنه دي بالنسبه للكوره المصريه، ومستنيين اكيد رد فعل قوي بالنسبه للفراعنه في تصفيات المونديال بعد يعني اخفاق كان في كاس الامم الافريقيه الاخير، ودي هتكون اول استحقاق رسمي بعد الخروج ان شاء الله من كاس الامم الافريقيه، ماتشين بوركينا فاسو وغينيا بيساو وان شاء الله يكونوا مذاعين حصريا عبر قنوات اون تايم سبورتس.